المركز الأول من تحتل الصدارة وتأتي مع المقدمة الشاهينية اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التدريب والعناية التامة. انتقل مباشرة مع المركز الثاني وارى هنا من تتقدم بهذا المسار مفوض لهجن الرياسة عيسى بن سعيد الخيلي في المتابعة والتضمير. انتقل مباشرة بدوري مع المركز الثالث وارى الوصول من متعب الهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع من يقدم في هذا الانطلاق والمسار يقدم سرابة ويقدم متعبة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع من يقدم هذا الشعار شعار هجن الرياسة مع سرابة ومع متعبة مع المركز الثالث والرابع خامس المراكز الشاهينية اللي اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية التدريب والتضمير والعناية الكاملة والتامة. انتقل مباشرة مع المركز السادس من تصل في هذا الانطلاق والمسار وتتقدم مشاهدينا الكرام هنا تأتي بهذا الأداء تتسلل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مباشرة مع المركز السادس تصل هنا وتتقدم مشاهدين الكرام اللي هي في هذه اللحظات الشايبة تعود الملكية للشايبة اللي سموه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم آل نيبي في المتابعة والتضمير. سابع المراكز وصول وقدوم من جمايل اللي سموه الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة مع المركز الثامن ورا في ثامن المراكز هنا من اللي وصول مياسة اللي سموه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التدريب والتضمير. تاسع المراكز تصل بن صوغان تعود الملكية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري يتولى عملية التضمير. وفي عاشر المراكز وختام جولة ندائنا الأولى هنا من تتقدم ملوح لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي يتولى عملية التضمير. هكذا النداء مشاهدينا الكرام اكتمل المراكز المتقدمة. نعود مع البداية ونعود مع الصدارة والمقدمة هنا الشاهينية في مقدمة الشوط ومع المركز الأول تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والعناية التامة. ولكن هنا التدخلات والقدوم مشاهدينا الكرام مفوضة من تسللت مع صدارة المقدمة لهجن الرياسة عيسى بن سعيد الخيلي في عملية التضمير يرافق هذا الشعار والانطلاق. ومن الجانب الآخر متعب لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي ولكن التسلل مع المركز الثالث في هذه اللحظات الشايبة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم النيبي يتولى عملية التضمير. رابع المراكز سرابة لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير ويرافق سرابة في هذا الانطلاق والمسار. ومن تأتي سرابة مع المركز الرابع المركز الخامس تتقدم مشاهدينا الكرام وتأتي الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى الشاهينية في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. سابع المراكز هنا مشاهدينا الكرام انتأخر ونشوف اللي في المركز السابع ومن تصل في هذه اللحظات مع سابع المراكز لكي ناتي لحضراتكم العشر المراكز المتقدمة. سابع المراكز من تصل مشاهدينا الكرام وتأتي مياسة تعود الملكية لمياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرط الحميري يتولى عملية التضمير لمياسة. ثامن المراكز هنا جمايل لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف بن سلطان المقبالي من يقدم ملوح وجمايل
بشعار سمو الشيخ احمد بن مكتوم ال مكتوم وبقياده سلطان بن سيف السلطان المقبالي مع المركز الثامن والتاسع، وفي عاشر المراكز بنت صوغان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري يتولى عمليه التضمير. هكذا النداء للمره الثانيه ومع شوط الختام، ونحن مشاهدينا الكرام مقبلون مع جسر العبور، قادمون الى جسر العبور لافته الثلاثه كيلومتر التي تفصلنا من عمر هذا الشوط من شوط الختام. نعود مع البدايه، نعود والعوده احمد مع مقدمه الشوط مع البدايه والمركز الاول. نرى من تسيطر في مقدمه الشوط، نرى من تعلن حضورها بهذا الانطلاق والمسار مع مقدمه الشوط والمركز الاول. من سيطرت في البدايه واعلنت الحضور الشايبه مع مقدمه الشوط الشايبه مع المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن سالم النيبي. ابو احمد يرافق هذا الشعار في مقدمه الشوط ومع المركز الاول. 3 كيلومتر جسر العبور نصل اليه والكوكبه رباعيه مع شوط الختام مع الصداره والقياده تتسلل هنا، وتاتي متعب الهجن الرياسه بقياده البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. انفوض بشعار هجن الرياسه بقياده عيسى بن سعيد الخيلي من يقدم لنا انفوضه مع المركز الثالث. المركز الرابع سرابه لهجن الرياسه عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. البارع من يتابع الانطلاق يتولى عمليه التضمير يقدم لنا مع شوط الختام، ياتي بمتعبه وياتي بسرابه مع المركز الثالث والرابع. المركز الخامس ارى القدوم مشاهدينا الكرام من الشاهينيه، تعود الملكيه للشاهينيه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عمليه التدريب والعنايه التامه. انتقل مباشره مع المركز السادس وراء الوصول، ولكن هنا نعود مع البدايه، نعود مع المقدمه، نعود مع الانطلاق الاول. الشايبه في مقدمه الشوط الشايبه مع المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن سالم النيبي في عمليه التضمير. يرافق الشايبه بهذا الانطلاق مع شوط الختام من سعيد الحظ من فطح على الكبار المضمرين لهذا الشعارات. من سيختم هذا الفتره المسائيه، من سيختم هذا المساء مع شوط الختام من المضمرين. اذا سالتوني عن الصداره فانها الشايبه، واذا سالتوا عن الموقع 2 كيلو لا غير عن خط النهايه وعن ناموس هذا الشوط. والشايبه هي من ترقص الى ارضيه الميدان في مقدمه الشوط ومع المركز الاول. تعود الملكيه لسمو الشيخ محمد بن المربى المكتوم المكتوم سعيد بن سالم النيبي. ابو احمد يرافق الشايبه في عمليه التدريب والتضمير والعنايه والمرافقه لهذا الشعار مع مقدمه الشوط. تتقدم هنا مفوضه، تتحرك مفوضه لهجن الرياسه، مفوضه الناموس تصل لهجن الرياسه عيسى بن سعيد الخيلي. يتابع انطلاق مفوضه مع المركز الثاني. المركز الثالث تاتي متعب لهجن الرياسه بقياده البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. يرافق هذا الشعار وصول من الشاهينيه مع المركز الرابع. تعود الملكيه للشاهينيه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يقدم لنا الشاهينيه كيلو ونصف الكيلو المنعطف الاخير المتوجه الى خط النهايه. بدا مشاهدينا الكرام الخط المستقيم لهذا الميدان، وهناك خط النهايه في الانتظار. بانت المقصوره الرئيسيه والشايبه مع المقدمه، الشايبه مع المركز الاول مسيطره بهذا الانطلاق، مسيطره بهذا الاداء مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن المربى المكتوم المكتوم سعيد بن سالم النيبي في عمليه التضمير. متعبه في ثاني المراكز مفوضه مع ثاني المراكز لهجن الرياسه عيسى بن سعيد الخيلي في عمليه التضمير. المركز الثالث متعب لهجن الرياسه بقياده البارع. الكيلومتر الاخير لا بعد كيلو، روح اللي بيروح، ينطلق اللي بينطلق. شوط الختام طعمه غير. يا سلام يا سلام
الأوامر بدأت تظهر والأسامي بدأت تصعد مشاهدين الكرام مع الخط المستقيم لخط النهاية. الشايبة هنا، مفوضة هنا، متعبة مع المركز الثاني، تتحرك بكل قوة، ولكن الشايبة ما سلمت المهمة، تبي الفوز، تبي الانتصار. الشايبة 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 متعبة، متعب الشايبة، متعب الشايبة، مفوضة مع المركز الثالث. ياهو رقص من الحول المحليات إلى صايل، يا سلام، استلمت زمام الأمور، استلمت المركز الأول. متعبة 500 متر أخيرة، والبارع من يعلن حضوره ويقدم متعبة، غادرت بالفوز، غادرت بالانتصار، غادرت بشوط الختام. الختام مشاهدينا الكرام كما قدم لنا مذيار في شوطه الأول، ويقدم لنا في شوط الختام متعبة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، أسعد الله مساك على هذا الفوز والإبداع والانتصار. التهنية لهجن الرياسة، مفوضة قادمة، مفوضة قادمة، دير البالية متعبة، متعبة هي المسيطرة، متعبة الأقرب، ومفوضة في ثاني المراكز، ولكن مع البارع شوط الختام، ومعه شوطنا الأول في هذا المساء يختمها ويبداها البارع. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي المركز الثاني، مفوضة لهجن الرياسة، تهنية لعيسى بن سعيد الخيلي المركز الثالث. الشايبة اللي اسمه الشيخ محمد بن المرمى مكتوم المكتوم سعيد سالم علي نبي، التهنئة أيضا لك يا أبو أحمد، منقدم الشايبة المركز الثالث. وصلت مشاهدينا الكرام مياسة أو رابع المراكز مياسة اللي اسمه الشيخ راشد بن حمد أبو رايد المكتوم المركز الخامس، كان من نصيب سراب لهجن الرياسة. هكذا الفوز والإبداع والانتصار مع شوط الختام، ومتعبة مشاهدينا الكرام من قدمها لنا البارع في هذا المساء. أو أمامكم الإعادة مشاهدينا الكرام على قناة أبو ظبي الرياضية من المخرج العزيز أسامة الهواري. أسعد الله مساك يا أبو طلعت، من يوافينا بالتوقيت الزمني وبملخص كل شوط. هاي أمامكم متعبة أثناء تغييرها والشنة الغارة لخط النهاية بالفوز والناموس. 12 دقيقة التوقيت الزمني، والمسافة 8 كيلومتر، 12 دقيقة 54 ثانية، جزء واحد يتيم من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، مفوض الهجن الرياسة، التهني والناموس لعيسى بن سعيد الأخير، قطعت المسافة الزمن القدرة 12 دقيقة 54 ثانية 3 من الأجزاء. المركز الثالث الشايبة، تعود الملكية للشايبة مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم، والتهني لسعيد بن سالم الينيبي. توقيت الزمني يا مخرج للشايبة عطنا، شكرا للمخرج، 12 دقيقة 54 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس للجميع.